مهم احنا جبنا دلوقتي تاني الاكسلريشن شكلها هيبقى كوساين كيرف بادئ الماكسيمم بتاعه من الاول عند ثيتا بيساوي صفر، وطبعا زيرو عند ثيتا بتساوي 90 هو كوساين كيرف، وبعدين ناقص واحد عند 100 عند ثيتا بيساوي 180، والسايكل دي بتتكرر يعني من 180 360 ما فيش ساكشن ستروك، وكل ده بيرجع يتكرر تاني كل 360 درجة اللي هو بيمثل acceleration والانرشيهد. اما نروح بقى للبامب بريشر، احنا جبنا قبل كده المعادلة دي اللي هو HMS بيساوي H static suction ناقص H loss suction ناقص V square على 2G، ده على اساس ان الفلو ثابت، الفلو ثابت في قلب البايب. الكلام ده موجود فين؟ موجود في السنتريفجال بامب ومثلا هنقول الجير بامب، لكن احنا عندنا البامب ده هي اللي هي ريسيبريكيتنج بامب الفلو فانكشن اوف ثيتا، فلازم نضيف بقى الجزء بتاع الانرشيا. فانا هنا عملت ايه؟ قلت يعني المعادلتين دول خاصين بكونستنت فلو بامب اللي هي جير بامب او سنتريفجال بامب. اما نروح للريسيبريكيتنج هنضيف الانرشيا هيد، الانرشيا هيد انا الحقيقه لما بضيفه بقول هحط انرشيا هيد واخد الاشاره بتاعه اللوسز، الاشاره بتاعه اللوسز نيجاتيف بحط نيجاتيف، الاشاره بتاعه اللوسز هنا بوزيتيف احط بوزيتيف، يعني الانرشيا هيد ماشي مع اللوسز الاشاره بتاعه. طيب تعالوا بقى نقول انا هاخد ريال بامب ولها ريال بايب، يعني بايب معروف الدايمتر بتاعها واللينس بتاعها في السكشن وفي الدليفري، هاخد المعادلات دهيت وعوض عنها بدلاله يعني اللوسز، هتقول لي اف ال في سكوير على 2 جي يبقى اللينس اوف بايب معروف، الفيلوسيتي هنجيبها من السلايدز اللي فاتت معرفش ايه في ساين ثيتا ها، ويبقى انا عرفت واف معروفه بالنسبه لي والديامتر معروف الى اخره، وبرده الفيلوسيتي دي هقولها بدلاله ثيتا، الانرشيا هاد اظن بدلاله كوساين ثيتا، اللينث والديامتر والستروك يعني كل الدايمنشنز معروفه عندي، فيطلع لي المعادله نمره 5 يطلع لي بهذا الشكل اللي هو اتش ام اس اللي هو المانومتريك ساكشن هيد عباره عن اتش ستاتيك ساكشن ناقص ثابت معين في ساين سكوير ثيتا، يعني انا جمعت الاثنين دول مع بعض بقوا على شكل مقدار معين في ساين سكوير ثيتا، والانرشيا هيد بالماينس اهوت في بي 1 كوساين ثيتا، اي وبي فانكشن من الدايمنشنز بتاعه البايبس والستروك بتاع البامب والدايمتر بتاع البامب الى يعني الارقام دي معروفه بالنسبه لي. نفس الكلام بالنسبه لاتش مانومتريك ديليفري، انا بس فرصه ان انا اصلح دي اتش مانومتريك ديليفري مش عايز اصلح، اوكي اتش مانومتريك ديليفري هيساوي اتش ستاتيك ديليفري زائد الاي 2 ساين سكوير ثيتا زائد بي 2 كوساين ثيتا، زي ما قلنا الـ A والـ A1 و A2 B1 و B2 بيعتمدوا على الدايمنشنز بتاعت البايب في السكشن وفي الدليفري والبامب، بس أنا بلاحظ هنا إن الـ B1 البيهات أكبر من الإيهات، B1 أكبر من A1 و B2 أكبر من A2، ده إحنا كان بيهمنا ليه؟ لأن كنا بنرسم الكيرفات دي على إيدينا، النهارده أنت بالماتلاب بتديله المعادلة في سطر يرسمها لك على طول. أو تديها الإكسل يرسمها لك على طول. أما نروح للرسمة بتاعت المعادلات اللي فاتت دي، إحنا قلنا H مانومتريك ساكشن عبارة عن H ستاتيك ساكشن، أدينا خدت طبعًا المحور بتاع اللي هو الرأسي بيمثل الهيد، والأفق بيمثل أنجل ثيتا من 0 إلى 360 درجة، يعني خدت وان سايكل. فأنا بقول له أنا هوت الـ H static section أنا خدته أهو مثلا 5 متر، وبضيف عليه الانيرشيا هيد اللي هو مقدار معين في كوزاين ثيتا، أدي كوزاين كيرف أهو،
وبعدين رجعت أضيف عليه كمان الجزء بتاع اللصص بالماينس، كله كان بالماينس، ده بالماينس يعني 5 ناقص مثلا 3 ولا ناقص 8 اداني ناقص 3 هنا، أو 5 ناقص 7 اداني ناقص 2. فبرضو هنا في نهاية السكشن ستروب اداني كوزاين 180، كوزاين يعني 180، كوزاين 180 بيبقى ماينس، يعني في الأول الكوزاين بواحد هنا ماينس واحد، الإشارة هتتغير. فهتلاقي H static suction اللي قيمتها بخمسة زائد السبعة بقى 12. وبعدين نرجع نضيف بقى الجزء بتاع اللوسز برضو اشارته بالماينس فاديني الشكل ده، يعني الكيرف الاسود ده بيمثل التوتال هيد بتاع البومب. اما نروح للدليفري سايد برضو هقول H static delivery اهي، اخدها مثلا 10 متر هضيف عليها الانيرشيا هيد اهوت يديني الكيرف الازرق ده، وبعدين برضو بادئ عند 180 خلي بالك 180 ده بالنسبه للسكشن ستروك، اما لكن بقول الدليفري ستروك ممكن اقول الزاويه عندي صفر، يبقى الكوزاين الصفر بتاعها على طول يبقى بوزيتيف، وبعد 180 درجه بقى نيجاتيف، يعني في البدايه بوزيتيف بريشر وفي النهايه نيجاتيف بريشر. يعني في شيفت بين الدليفري وبين السكشن 180 درجه. اما يبقى اداني ادي الكيرف الازرق بيمثل انيرشيا هيد اللي هو الفرق بينه وبين الكيرف الازرق والخط الاحمر اللي هو الستات اتش ستاتيك دليفري، هضيف عليهم بقى اللوسز يديني الكيرف الاسود ده، يبقى الاسود بيمثل لي التوتال هيد بتاع البامب، ولذلك سميناه هنا اتش مانومتريك دليفري. اما هو الاتش مانومتريك سكشن ادي الكيرف الاسود برضه. تعال نبص في الكيرف، في نقط ضعف موجوده في الكيرف اللي هي المينيمم بريشر، يعني المينيمم بريشر زي ما انتم شايفين ممكن يبقى في بدايه السكشن او في نهايه الدليفري او في نهايه الدليفري. وطبعا اما تيجي تقول لي بقى في نهايه السكشن ستروك النيجاتيف ده هيبقى بوزيتيف وبدايه الدليفري ستروك هيبقى بوزيتيف، يعني الاقصى بريشر عندك هيبقى في بدايه الدليفري ستروك، لكن اقل بريشر موجود فين؟ موجود يا اما في بدايه السكشن يا اما في نهايه الدليفري. انا خايف من ايه بقى؟ خايف من الكافيتيشن. اما يبقى عندي نيجاتيف بريشر يبقى على طول انا مش عايز البامب بتاعتي يحصل فيها كافيتيشن، لانه كافيتيشن بيدمر البامب بتاعتي، يبقى بيدمر راس المال اللي انا استثمرته في هذه البامب. فانا بقول لك من فضلك تعال نعمل تشيك على الكافيتيشن ان بوث بوزيشن ان بوث سايدز، في بداية السكشن وفي نهاية الدليفري. وعشان تعالى نحط المعادلة النهائية دي اللي هي H minimum تبقى أكبر من H vapor ناقص H atmosphere. المينيمم ده ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا، ممكن يكون في بداية السكشن أو في نهاية الدليفري. تعالى نشوف هذه المعادلة بتاعتي، هنقول له ببساطة خالص اللي هي H static suction ناقص H inertia في السكشن maximum. خلي بالك أنا عوضت بقى كوزاين ثيتا بواحد، المفروض ده يبقى أكبر من H vapor ناقص H atmosphere. وبرضو نفس الكلام بالنسبة للدليفري، H static delivery ناقص H inertia delivery maximum يبقى greater than H vapor ناقص H atmosphere. أنا عايز البام ما يحصلش فيها cavitation، تعالوا نشوف المعادلة نعمل فيها إيه. المعادلات دي عشان تتحقق تعالوا نقول reducing، أول حاجة ممكن تزود قيمة H static suction و H static delivery، يعني البامب تنزل البامب تحت يبقى السكشن ليفل اعلى من البامب، وبالتالي كل ما يزيد يحسن الموضوع. نفس الكلام بالنسبه اتش ستاتيك ديليفري، كل ما تزوده يبقى افضل. تعال بقى نقول له قلل انرشيا هيد ماكسيم، نقلله ازاي؟ اول حاجه نقلل سرعه البامب لانه داخل في المعادله بتاعته، سرعه البامب نقلل، البامب ستروك نقلل، السلندر دايمتر نقلل، البايب لينز. طبعا واحد يقول لي هقلل البامب ستروك ازاي؟ ممكن يبقى عندك ميكانيزم يغير لك البامب ستروك، لكن ما تقدرش تقلل السلندر دايمتر. جالك بامب فيها سلندر دايمتر 10 انش هتقلله ازاي؟ لكن انا بقول الكلام ده ليه؟ لا، اثناء السليكشن during selection step، في اثناء عمليه السليكشن بتحسب السلندر اللي مسموح بيه، هيقول لك 8 انش.
طب انا عندي دلوقتي بامب 6 انش وبامب 10 انش، اقول له ناخد الست. يعني المعادله دي طلعت لي البامب سيلندر 8 انش. لو زاد عن 8 انش يحصل كافيتيشن، وانا قدامي في السوق في 10 انش وفي 6 انش، اقول له ناخد ال 6 انش عشان ابقى في السيف سايد. كذلك البامب ستروك نفس الكلام اثناء البامب سيلكشن. بعد كده بقى او نزود البايب دايمتر، نزود الاستاتيك سكشن هيد والاستاتيك دليفري زي اللي احنا قلنا قبل كده. طيب هنقول في طرق الى التغلب على الانيرشيا هيد. ايه الطرق؟ يعني اول حاجه يوزنج اير فيسل. ايه هو الاير فيسل؟ زي ما انتم شايفين ادي الموتور اللي بيدور البامب، وهنا البامب موجوده في الكيسنج ده. والحقيقه دي ممكن اقول ده الدليفري بايب وده السكشن بايب. ماشي. تعال نقول انه بدل الزيت بتاعك ما يطلع من البامب مباشره الى الدليفري بايب، لا يطلع على ايه؟ يطلع على المنظر اهو. ادي البامب كيسنج وهنا الدليفري بايب. قبل الدليفر بعد البامب مباشرة هيبقى عند الفيسل ده بريشرايزد فيسل. بريشرايزد فيسل انا حملاها مثلا تلتو بالليكويد بتاعي، املى تلتو بالليكويد او تل او نص بالليكويد اللي انا بضخه، ويبقى فوقه بريشرايزد اير هواء مضغوط او بريشرايزد جاز. طب بيعمل ايه ده؟ انا اتخيل الفلو جاي من البامب ريسيبريكيتنج متغير، الفلو جاي من البامب متغير. طيب اما الفلو يبقى جاي من البامب متغير بيعدي على الفيسل ده، والفيسل ده فيه بريشر. فتعالى ننسى وجود البامب دلوقتي واقول ان الفلو خارج من الفيسل رايح للدليفري سايد من تانك لتانك، والبريشر هنا تقريبا ثابت. يبقى الفلو اللي ماشي في البايب حتى تقريبا كونستنت، يعني مقداره ثابت. وبالتالي بالطريقه دي يبقى انا لغيت الانرشي هيد. ما دام التانك ده او الايرفس ده بيسمح لي ان الفلو في الدليفري باي يبقى كونستانت، بالطريقه دي يبقى عندي كونستانت فلو ريت، يبقى عندي انرشي هيد بيساوي صفر، يبقى لغيت الانرشي هيد. طيب السؤال بقى الوضع بتاع الفيسل يبقى فين؟ اقرب ما يمكن للبامب، لانه بين البامب وبين الايرفسل هيبقى ستيل في انرشي. أنا عايز ألغيه تماما، ولذلك بيبقى على الكيسنج زي ما شفنا الصورة اللي فاتت دي على الكيسنج بتاع البامب، حاطين اير فيسل في السكشن واير فيسل في الدليفري as close as possible للبامب، بحيث الجزء اللي فيه reciprocating يبقى negligible. وبالطريقة دي يبقى أنا لغيت الانيرشيا هيد، والفلو بتاعي اللي ماشي في البايب هيبقى على أساس average discharge أو المين discharge بتاع البامب. طيب يبقى هنا إذا كان عندك واحد في السكشن واحد في الدليفري، طبعا بتاع الدليفري سهل، هقول له اتش ستاتيك دليفري زائد اتش لوز دليفري، ولغينا الانرشي هيد. طيب بالنسبة للسكشن هيبقى اتش ستاتيك سكشن ناقص اتش لوز سكشن ناقص في سكوير اتنشي. خلي بالك ممكن تلاقي البريشر في السكشن سايد نيجاتيف، يعني لو كانت البامب تسحب من ليفل أوطى منها هيبقى اتش ستاتيك سكشن نيجاتيف، يبقى نيجاتيف. يبقى الاير فيسل اللي موجود في الدليفري سايد يبقى اندر فاكيوم. تعالى كده نشوف الاير فيسل اكشوالي عباره عن ايه. طبعا هيبقى له حجم محدود، فكل ما بتسحب منه خلي بالك في وقت معين انت بتسحب كونستنت فلو ريت او افريج فلو ريت، لكن اللي داخل عن طريق البامب زيرو. يبقى الليفل يعني زي ما احنا شايفين ادي الشارج بتاع البامب اهو، بيوصل من صفر الى ماكسيموم يرجع ينزل تاني، ومثلا من 180 ل 360 مفيش فلو للبامب. فانا بقول له في الفتره اللي ما فيهاش فلو يبقى انا بسحب من الخزان، يبقى الليفل فيه بينزل. طب الليفل فين؟ وبعدين الليفل عمال بينزل. طب ونيجي بقى في الجزء اللي هو بيدي فلو ريت اكتر، يبقى الليفل بيطلع اكتر من الافرج، فيبقى اذا في فلكشويشن للخزان للليكويد ليفل في الخزان. في الفلكشويشن ده بيغير للضغط، كل ما الفوليوم بتاع الجاز بيزيد الضغط بتاعه بيقل. وبالطريقه دي انا اقدر اقول لك البريشر ما هوش ثابت قوي،
يعني هو لو كان ثابت قوي كان هيديني الدوتد لاين، الهوريزونتال دوتد لاين ده توزيع الدشارج او السرعه في قلب الدليفري بايب او السكشن بايب. الكلام ده هيحصل امتى؟ اما تيجي تقول لي الفلكشويشن بصفر، اما يبقى حجم الخزان انفينيتي. حجم الخزان انفينيتي يعني تمنه ما تقدرش عليه ولا الشركه بتاعتك تقدر عليه. فاحنا بنقول لهم ببساطه خالص الاير فيسل ده حجمه يبقى من 6 الى 9 البامب ديسبليسمنت فوليوم. في الحالة دي الحجم بتاعه هيبقى محدود، تمن محدود، الناس تتشجع وتشتري. كمان الفلكشويشن اللي بتحصل نتيجة لهذا الحجم المحدود كان بي نيجلكتد، يعني ممكن اعتبر زي ما انتم شايفين فلكشويشن فوق الافريج او تحت الافريج بحاجات بسيطة 2-3% ممكن اهملها. اوكي، انا بس عايز ال واحد يقول لي انا جبت الضغط في نقطة X اتش ستاتيك ديليفري زائد كوفيشنت بتاع الديليفري بايب في الافريج الشارج. لو بنتكلم على السكشن سايد يبقى اتش ستاتيك سكشن ناقص الكوفيشنت اللي هو بيعبر عن اللوسز بيزد على الافريج الشارج. اما تيجي تقول لي انا جبت البريشر هنا X واجي طالع فوق مسافة زد، يبقى على طول تقدر تقول لي الضغط في الاير فيسل هيبقى HX ناقص Z، يبقى أقدر أجيب الضغط بتاع الهواء. هو السؤال بقى هل هيفضل الهواء ده مثلا 10 بار أو 20 بار؟ 10 بار على أساس أنت بترفع مية الارتفاع قريب من 100 متر يعني 90 متر ولا حاجة والباقي هيروح لوسوس. طيب أنا عايز أقول هل هيفضل الضغط مثلا 9 بار؟ يعني أنت الأول بيجيب الإير فيسل وتوصله بكمبريسور يشحنه. لما بيشحنه هل هيفضل الشحنة دي موجودة جاهزة ولا هتتغير؟ طبعا مع السحب والطرد والسحب والضغط الهواء بيدوب في قلب المية اللي انت بتشتغل عليه او بيدوب في قلب الليكود، فانت بتسحب ليكود على طول under pressure فبياخد معاه شوية هواء، يعني بعد فترة الضغط هنا بيتغير بيقل، فلازم كل فترة تعمل له ريتشارجينج يعني تشحنه. اوكي، اما نروح يعني فائدة البريشر فيسل ان هو او انيرشيا فيسل او الاير فيسل ان هو بيعمل لي افرجينج او بيقلل فلكشويشن في البايبس وبالتالي بيلغي الانيرشيا هذا. ما بيلغي الانيرشيا هذه بقى كانه البامب بتاعتي ما هي ريسيبروكيتنج ولا حاجه مع انها ريسيبروكيتنج. ده الميزه زي ما احنا شايفين ان هو الفلو هيبقى ثابت في قلب البايب السكشن والدليفري، وبالتالي لما احب اجيب الباور سيمبلي هقول له الباور المطلوبه ادي الاوتبوت باور دبليو في كيو في اتش ام، واتش ام سيمبلي كانه بنتعامل مع سنتريفيجال بامب اتش ستاتيك زائد اتش لوس زائد في سكوير على 2 جي، وكل ده بيزد على كيو مين الافريج ديشارج. يعني الشافت باور بتاعك هيبقى عباره عن الووتر باور على البامب افشنسي، يعني دبليو في كيو افريج في اتش ستاتيك زائد كي في كيو افريج سكوير على افشنسي اوف بامب. لكن اما نروح ده الكلام ده يوزنج الاير فيسل يبقى كاني بتعامل مع بامب عاديه خالص سنتريفيجال بامب عادي. لكن لو قلنا من غير اير فيسل، من غير اير فيسل انا هلاقي الديشارج فانكشن في سيتا وفي انيرشيا هيد وفي لوسز كل دول فانكشن اوف سيتا. فتعالوا نعمل حاجه بسيطه خالص، هنحسب الباور في فتره صغيره اللي هي دلتا سيتا، انجل صغيرة دلتا سيتا، هقول له W في Q سيتا في H static زائد K في Q theta square زائد H inertia suction زائد H inertia delivery اللي هي function of theta. كل ده هنقدر عايز اعمل له integration عشان اجمع بقى في خلال السايكل. انا عارف هعمل integration بتاع من صفر الباي، لان انا عارف لو بتكلم على suction pipe بتشتغل بس pipe، شغل على delivery pipe بتشتغل pipe، يبقى الانتجريشن بتاعك من صفر pipe. بس لما نيجي نجيب الافريج هقسمه على 2 pipe على السايكل كلها، وطبعا هنا ده الووتر باور هقسمها على البامب efficiency دي لك الشافت باور.
هنعمل integration للكلام ده و take into consideration ان Q theta هي Q maximum sin theta. نعوض في الكلام ده طبعا لو جيت عملت integration للإنرشي هيد في السكشن أو في الدليفري هتلاقي بتضيع نفسها. هيطلع لي من النهاية ان H ان الشافت باور في حالة الـ without air vessel أو البمب العادية خالص هتبقى عبارة عن W في Q average specific weight بتاع الليكويد في Q average في H static زائد تلتين K في Q maximum square. كل ده مقسوم على efficiency of pump. ايه هي Q maximum اللي هي هنجيبها من معادلة بتاعت الـ Q based على أساس sin theta بيساوي 1 هتطلع بتساوي pi في Q average. يعني خلي بالك المعادلة اللي فاتت كان داخل فيها W في Q داش H static زائد K في Q average square على eta pump ده shaft power with air vessel. without air vessel برضو W في Q average في H static زائد K في ايه في زائد تلتين K في Q maximum square على يعني نفس المعادلة الجزء ده بس اللي بتغير. اما نروح نقارنهم ببعض هنقارنهم ببعض أو نطرحهم ببعض هتلاقي الـ power loss due to friction الـ water power loss due to friction هيبقى W في Q average تلتين K في Q maximum square ناقص K في Q mean square. وقلنا Q maximum بتساوي باي في Q mean يعني ده 20 على 3 20 يعني باي سكوير يبقى ما تطلع لي Q mean تكعيب بره Q mean square بره مشتركة W في K في Q تكعيب مين في 2 باي سكوير يعني 2 في 20 يعني على 3 يبقى 7 تايمز أو 6.67 ناقص 1 ده معناه أنه simply أنه الباور consumed against pipe friction في حالة الاير فيسل أقل من الباور consumed to cover pipe friction في حالة without air vessel. يعني معناها الاير فيسل بيوفر لي طاقة بيوفر باور. فاحنا عايزين نقول advantage of air vessel اول حاجة less shaft power and less energy consumption. نمرة اتنين avoid cavitation in both pump sides اما لغالي الانرشي هيد. نمرة تلاتة اما يلغيلك الانرشي هيد يبقى بيسمح ان البامب بتاعتك تدور بسرعة اكبر. يعني انت عايز certain average charge يبقى على طول اقول له less pump size. نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا.